يا اهلا شباب، معكم الكابتن ميدو في فيديو عصري وجديد. اليوم باش نعملوا كيو ان اي احتفالا ب 700 سبسكرايبر. راح نقول لكم ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري 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 ماتش على السبورت والكومنتات واللايكات والفيوز نتاعكم، خاطر كان مش غيركم انتم راني ما وصلتش لل 700 ساب وروتو وان كا سابس. سو باش نجاوب على شويه كيستيونات وجاوب لي برشا. سو ديزولي على عباد ما اخترتهمش كيستيونات نتاعهم، مي اخترت اللي نحب نجاوب عليهم شويه فازات اخرين. So, نبدأ first question. عنا بايرن قلنا your best game. بون best game تاعي انا هي 100% وتقعد ديما هي احسن واحدة اذا كنت طلع السادس متاعها 100% عرفتوها، هي GTA 5. نعم حرام السيارات خمسة هي best game تاعي. So, thank you for the question بايرن. And next question عن احمد الشلي قلنا وقتاش بطل يوتيوب ها ونفضلك معاك وقتاش ولاد البومة. كيف كيف زاد احمد جبالة قال فماش سيري ولاد البومة ونو وقتاش تبدأ باهي. زي واحد من البيست كوشنات الموجودين هنا السيري متاع ولاد البومة. خلنا احكي لكم حكاية. سو ولاد البومة اول ما حبيت نعمله كان تريلر، ما كنتش حاسب حسابي معناه باش نخدمه سيري كاملة. ما جاو لي برشا مساجات وكومنتات كل شيء قلت استنى في السيري وقتاش تجي ودرشنية. سو قررت انا والشلة متاعي ولا عصابة كنا باش نخدموها سيري. ما نجمش نوعدكم قتاش وقت خاطر حب على خدمة صحيحة حاجتي بكابتشر كارد واجوا ذوكم كل ما عن قريب نوعدكم يا اخر شهر هذا يا في شهر جانفي خاطر برجو لي خدمة صعيبة على الاخر وبرشا مشاكل في الركستار ايديتور على البي اس كات ما نجمش نكوبي على فلاش الوحود السي ديات نجمش حتى منتجيهم في البي اس كات بيدها. ما سوف نحل المشاكل ذوكم كل شوية ماتريال وجوا ذوكم. سو ولاد البومة باش يجي في اقرب من قبل معناها قاعد يقرب مثلا ولاد البومة ما عنديش دات محدد ما سوف يأتي فبحيث coming soon انتظرونا. So next question do you get paid from YouTube? Yes I get paid from YouTube. مي paid في تونس كعبالي خاطر في تونسي غير معترف بها عالميا ما تخلصش من الاخر كان دبر حق جان تسمى معلم وكل اللي جات تسمى اخر الجي في العالم بالفيوز بتاعي انا ما شاء الله. So next question محمد قلنا قديش عندك من صباع في ساقين يدك need a reaction what the fuck. بون فما كان reaction واحدة ليك يا محمد اللي هي كيما هك so next question محمد علي قلنا تقوم صباح تلقى بياس كاتم كسترة شنية الرياكسيون بتاعك. بوم ما شاء الله على الفازة اللي حطيتني فيها الوضعية ما زاد فهم الرياكسيون حتى انت تعبر على السؤال بتاعك على الاخر زادة اللي هي كيف ما هكا. So next question قلنا خالد الاخضر شنو هي الجو اللي تشريها اللي باش تشريها عن قريب وتحبها ياسر. بو انا عندي اخر جمعة هذه مزكي خديت اول جمعة قلت اخر جمعة المهم اول جمعة هذه مزكي خديت ديستني تيكن كينج. بو عجبتني على الاخر هذيك عاش خديتها وظل باش نعمل عليها سيري وجو وكل شيء. سو هذيك الجو اللي باش نشريها. next question مهدي اللومي كان خيروك تكمل في اليوتيوب ولا تشي بي سي قوي شنو تختار وعليه؟ بو انا اصلا عندي بي سي قوي وباش نكمل في اليوتيوب. سو ضل هذاك انسور للكوشن. سو ثانك يو مهدي. اند نيكست كويشن خليل قلنا جود جوب وارجع لجي تي اي 5 جانج اوف تونيزيا وعليه فسخت فيديو كي قطب. ثانك يو خليل وباش نرجع باش نرجع لجي تي اي 5 جو ذوك مش جانج اوف تونيزيا خاطر انا بدلت الكرو شنو هي نرجع للستيل هذاك نتاع الفيديوهات وعليه فسخت فيديوهات القدم. يا خليل نقول لك كوني مش انا فسختهم الشانت بيراتيت وقتها وبالجرين ترجمت نرجعها مي وقتها رجعت انا الفيديوهات اللي تفسخوا مي انا قاعدين نعاود نبني فيها الشانت حكيت ميدو مره اخرى بمساعدتك انت واللي قاعدين تفرج الكل. سو ثانك يو فور ذا كويشن. اند اللي بعده اكسل شرقي وقتاش ترجع تلعب اللول؟ يا اكسل يا اكسل يا اكسل سوف نعود نلعب ليج اوف ليجندز باش نعود نرجع لها نلعبوا. ما المشكله فيش يا معلم راه واش تيلي شارجمون نتاعها يا معلم يقعد بالطرف برغم اني عندي 8 ميجا كونيكسيون ما يودي يكون يودي شارجمون بالقلب يا معلم. ما باش نرجع باش نرجع دونت وري اكسل سوف نعود
Next question. كابتن أنا أحسن جيم لعبتها في حياتك. Good job bro. Thank you. So أحسن جيم لعبتها ديما هي GTA 5. رامي السيارات خمسة. نعم نعم أحسن جيم خاطر فيها كل شيء اللي تصوره مخ كل. عملت فيها الأجواء الكل الجو الكل عملته فيها. شيخت كل. So next question. أنس قد أختش نرجع لإيماجي مود. بون باش نرجع لإيماجي مود يا أنس. باش نرجع للإيرور مابس. باش نرجع للجو ذوكم الكل. ممكن الجمعة الجاية ندبروا فيديو نعملوا كذا فيديو فهمت مع الكاتراس ريلودد. أو ياه. So next question. ما شاء الله على ذكر الكاتراس ريلودد نلقاو حسين بو عليك قلنا شكون أنا نيت بيب. So I don't know who you are but I will find you and I will kill you. They will rape you. So حسين هو الكاتراز ريلود. الكاتراز ريلود هو حسين. So وكت بيب مريكلي. Subscribe to him. تلقاو اليوم تيعو في الباشي مش في الديسكريبسيون. Yeah. Next question. غسين قالنا شنو بروغرام في الفاكونس and keep going bro. Bro مش فيف. So بروغرام في الفاكونس اول حاجة عندي Q&A هذايا و نحب نعمل كي فيديو متاع ديستيني وممكن نعمل بارت 2 متاع سان زيرو مع الكاتراز وبرشا فيديوهات اخرين ما حابش نحرق لك السيناريو غسيان مي خدمه جايه and thank you. So اللي بعده نبيل همامي what's your level in black ops 3. بون وصلت 55 ليفل اما ما نحبش نمشي للبريستيج هكاك قاعد هكاك في 55 شمعت فيك. Thank you for the question. Next one زهيد قنا why put that owl mask only Vance can put that owl mask. بو that mask مش owl mask that owl fuck المهم Vance والاول ماسك. So انا كان عليه فان من فانات عندي 3 سنين تفرش في Vance من ايامات المودرن وارفير 3 والبلاك اوبس 2 والجو متاعه تجم تقول شوية من البدايات متاعه خلطت عليهم وكالجو هذوكم. So عجبتني هذا الفكرة متاع فانوس والفازات متاعه وكل شيء خاطر الاول ماسك قدام الاول ماسك موجود بالفلوس في جي تي اي نجم ناخذيه ونجم ناخذو مهوش كوبي رايتد ومريقل جوي واصلا مش نفس الماسك متاعي انا يعني. فانوس عنده هكا البني انا عندي لابس وتجم تقول الكازر متاعه من تونس يعني ايه علاش ليه. So مش نفسه and yeah تبع فيه فارس. Yeah next question احمد قلنا ليش ما تعملش كاميرا خلينا نشوفوك وعليه ما تعملش لايف مبروك 700 صار. Thank you احمد وعليش ما نعملش كاميرا خلينا نشوفوك بخاطر التونس كل عاملين كاميرا واغلبيتهم كل باش يوليو مشهورين كل في الشارع باش يشوفوا يا ذاك كابتن ميد واو 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 ما شاء الله كجو ذاك اغلبيه التونس شنو يحبوا يعمل كاميرا انا ما نحبش نعمل كاميرا حاب نجيبها كل باش هي ما نحبش على فازات تاع الرياكسيونات والجو ذوكم. So هذاك علاش جاوب تاع السؤال وعلاش ما نعملش لايف بو عملت لايف تلقى في شيء انت عملت لايف جي تي اي وقت نذكر ساعة وحكاية عملت لايف مي كونيكسيون يا معلم ابلود من فوتش اميغا ما عندي ما نعمل بيه اللايف واللايف ما يجيش في السولو في السولو ما نحسش روحك لاقي الجو نتاعي ما اللايف يجي كان في الاون ليني مع الاولاد والجو هذوك وذاك تحس الجو تبع في اللايف هكا تحس الضحك هكا في اللايف كل شيء. So thank you احمد for the question and the next question. امين قلنا ترجم تعطيني ستيم تاعك. نوب ديزولي امين نجمش نعطيك ميك انت حاب ترجمتني امين اسمه كابتن ميدو. So next question فخر الدين قال شنو رايك في تي جي تي في شنو رايك في تي جي تي في بون تي جي تي في عباد خدمة حاب تطلع الجيمينج في تونس ربي معاه خدمة مزيانة عجبوني وين فهم عباد تركب على الحدث كو نقفوني كان حبيت تفهم المعنى افهمه. So اللي بعده ريان قلنا كيفية جاتك فكرة اسم كابتن ميدو بون فكرة اسم كابتن ميدو بون ماشي كل استوار كبيرة ياس كنت قاعد مرة في التي ياس انا وكالكاتراز ريلود اللي هو اصلا كان قبل الكاتراز تايتن حتى هو زاد بدل كيفية انا وانا اصلا كنت ميدو ذا كيلر وليد كابتن ميدو كنا قاعدين قلت خلينا نحل شان جديدة كي نبدأ بها نبدل حكاية في اليوتيوب خلينا ندخل شوية فاني وامتر خاطر ياس نتفرج في الفيديوهات متاع البر وما نلقاوش مطبقين في تونس في تونس نلقى كان جيم بلايات ريفيوات شويه شالنجات خاطر باش يزيدوا الفيوز من اللي رسخ اللوجو من جنب بتاع شكون تعرفوا هذيك من غير ما نقول اسامي وشو هذوكم الكل مي رسخ اللوجو تاع الشهر. سو حبيت ندخل شويه فاني ممتر شنو ما لقيتش شنو اسم خاطر كفاس تزيد جيمنج بعد اسمك ولا تبدل او بالثلاثه ولا الا بالاربعه قلت خلينا نبدل اسم جملة يا معلم نزيدوه كابتن ميدو. ياه مان سو ثانك يو ريان فور ذا كويشن اند اللي بعده
حمدي قال لي شنو احسن جيل لعبتها سيغ بي اس 4 وعلاش. احسن جيل لعبتها سيغ بي اس 4 ديما هي جي تي اي 5، خاطر وعلاش؟ خاطر هي اللي عرفتني على الشله نتاعي وعرفتني عليك انت زاد حمدي، وكي تعرف تقول جمعتنا الشله مع بعضنا، عملنا جو فرايك كل شيء، وهي معناها البدايات نتاع الشله نتاعي. تعرف تقول اول شيء تونسيه ركزت على جي تي اي 5 وعرفاني مومنتس، ايه شويه افتخارك. سو نيكست كويشن، غسان قلنا شنو كانت ردة فعلك كي حليت شان يوتيوب لقيت فيديوهات نتاعك القدوم فتسخو. بون خلينا نحكي لك شنو صار اختي. صارت الفازة هذيك، كنت قاعد ودي حكيت نص الليل ولا نص ساعة نتاع الليل، فازة كاكا انا وليد نلعب في باتل فيلد هارد لايت وقت اول صيف، قاعدين كاكا ونجا لي ميساج في التليفون قال لي راهو متباسو درا شنو تبدلو. قعدت نعرف الاجاءات درا شنو بالنميرو نتاع التليفون نجم ترجع الشان. وقت اللي حليت نلقى الفيديوهات فسخوا سو، والرياكسيون تاعي كانت شويه كيما هكا تشبه لك شوي صحيح، ما عادش فاهم الفيديوهات فسخوا. شترسيلي نحي اليوتيوب توا، ما قاعد باش نعمل كان حاجه واحده. Next question. Next question. عزيز قلنا Black Ops 3 or Fallout 4. بون عندي انا Black Ops 3 اخير. بون لعبت Fallout 4 ما عجبتنيش. بون ما نعرفش فاهم عباد فانات متاع السيري متاع Fallout انا ما عجبتنيش، ما Black Ops 3. So اللي بعده فراس قلنا علاش تحب البوبس والاس. Yeah man you know فراس البوبس والاس هما ال متاع هذيك من الاخر. ها yes of course. So next question مجدي قالنا عليه اسمك ولد البومه. بون يا مجدي تصليح معلومه، مش انا ولد البوم، اسم البرسوناج نتاعي في جي تي. وعلاش اسمه ولد البومه؟ خاطر كنا قاعدين نذكر وقتها حسام اللي يلعب معنا في جي تي حط فيديو نتاع مفتش كونان بالتونسي، عاد يعمل كي السيد يعمل له قد طلعت القاتل انه ولد البومه. بون ضحكنا عليها الفازه شويه، وجتني فكره مادام فما الماسك نتاع ولد البومه في جي تي اي علاش ما نختاروش اسم ولد البومه؟ اصلا تحسه كبرسوناج حوماني وتحفظ فيصل والجو هذوك. سو استعملنا البرسوناج هذاك وكذا اللي مشى معنا، مادام انت جيت تسالني عليه معناه ياثر فيك. سو ثانك يو فور ذا كويشن. اند اللي بعده طه قلنا وقتاش وعلاش ما تعملش فيس كام. بون جاوبت عليه السؤال هذا، ما نعاودك السؤال خاطر التوانس الكل عملوه الفيس كام واشترهم يحبوا عد فشفيش، هذاك علاش انا ما نحبش نعملها ونحب نبعد شويه على الحاجات التقليديه. سو نيكست كويشن احمد جيمنج، علاش ما تعملش جيمنج سيت اب؟ والله فكره يا احمد مش نعمل جيمنج سيت اب توا. سو والجيمنج سيت اب نتاعي رايت هير رايت ناو. سو الولاد هذا الجيمنج سيت اب نتاعي معناها كيما قاعدين نشوفوا عندي هنا بي سي مكبوك، هنا زي مكبوك معناها قوي ياسر معناها قوة زي نعم بيه الاي دي دي بتاعي. عنده هنا زي كاسك تريتان معناها زي يخدم صنفيل زادة ساعات يخدم صنفيل معناها كل شيء. عندي هذاك الايفون بتاعي هذاك ايفون كات زي اي كات كات هذاك ايفون كات. عنده هنا زوز مونيتوريت، عندي هنا اللي على اليسار زي للبي سي نتاعي اللي هو بي سي جيمر معناها لوطانيا او كذا كذا لوطا تشوفوا فيه لوطانيا ذاك بي سي جيمر معناها ذاك فيه اي ويت مع كعبة انفيديا جي تي اكس ريزر 40 بوس مهم كارت جرافيك قوي ياسر هذيا بي سي معلم هذا معناها قوي ياسر. عندي ذي الميكرو نتاعي ذي الميكرو نتاعي ذي ميكرو ريزر بو هو المفروض يكون ريزر اخضر غير انا خديت ريزر ابيض معناها عملوا لي اوفر سبيسيال. وعندي هو يشعب الضوء ساعات يخدم فيوزا. عندي هنا شوية سيديات، هنا عندي سيديات جي تي ا سيديات شنو هذوك سيديات مخلطين تاع بليكات و بي سي. وعندي هنا شوية كتيبو جو عندي زي مجلة تاع باسكتبول الله اعلم شنو هذا الراديو نتاعي نجم نحط فيه الايبود هذاك ايبود هذاك ايبود تاتش هذاك ايبود تاتش
سيتيام جينيراسيون جبنا ذي وعندي ذي نيويورك تايمز متاعي لوس سانتوس ترى شنيا وعندي ذي بوفل ذي بوفل اللي يسمى بالكدية مش نرمون وعندي ذي كارت ذي ديسك اكسترن عندي ذي ان تيرا بايت ذي شاريها مش نرمون ذي كلافي كلافي ريزر ذي يشعل بالضوء مفروض وذي كرسي كرسي ذي كومفورتابل معناها بليد ذي كي تقعد عليه تقعد عليه يجي بيان معناها مريكل وذاك شوية خيوط اللوطة وضوء وكل شيء كتب شوية كتب باللوطة ودرشنية ذاك فاتر مقص شوية تابلويت هذاك بافل هذاك عم نسمع مزيك على دار كاملة وذي السوري يا السوري يا السوري السوري ذي صنفيل وطبي طبي تا ابل ابل شوف اي فروت سو ذي السيت اب نتاعي اوكي شوف فضلك عليكم شوف السيت اب نتاعي مش حكاية كبيرة برشا هو جست عبارة عن تلفزة و بي سي بورتاتيف اللي هو لايت جيمينج و بي اس كات وعن قريب ممكن مش تزيد كبش الكاد معناها ما يستحقش حكاية كبيرة باش متصوروش حكاية بيان على الاخر سو نيكست كويشن خلدون تقتق اند فور ذا بيست كويشن اي وورد نعطيوها لخلدون تقتق على الكويشن هذايا قالنا كيفاش تعرفت على الشلة نتاعك الكويشن هذايا تير مش نورمال سو كيفاش تعرفت على الشلة نتاعي هي فازا كل واحد كيفاش تعرفت عليه بفازا بس انا عندك حسام ونيجاوي اللي هو يمثل في اسمه شريف في ولاد البومة شريف الراجل المفيد اللي نساو الابيزود سو كيفاش تعرفت عليهم هو اني مرة كنت نحوس في البارتي في البليكات لقيت بارتي صخيب نادر اللي معايا موجود فيها هي البارتي هذيك جيت ندخل نلقى حسام نجيو يلعب في باتل فيلد كات مكنتش نعرفهم وقتها سلمت عليهم سلام سلام ودري شنو قلت لهم نجم نلعب معاكم باتل فيلد كات قالوا لي نورمال مرحبا بيك ودري شنو المهم قعدنا عملنا فرايك وجو في باتل فيلد كات وقتها جاو نفست الكلمه نتاع حركات هذيك وقتها مع حسام من وقت بدات البدايات بتاع كابتن ميدو وجو هذوك سو هذيك تنجم تقول كيفاش تعرفت على حسام النجم مي كيفاش تعرفت على امير امير مره نذك نحوس في سيسيون نتاع جي تي اس 5 نلقى اسم تاع امير امير اس 505 كنت حاب تجي تي والايدي نتاعو سو كنت كي قلت ذي نعرفه اسم عربي ذي نمشي له بديت نعرف في حركات امامك اللي بالفازات وكل شيء غيو بعث لي انفي دامي ولا انا بعث لي مو حاجه كي مو بعث لي مو مستفهم انفي دامي من الاخر في الحكايه ما تسالونيش هكا ودخلنا معانا في الجو درشني بدينا نلعب مع حسام درشني والدخله نتاع امير وقت نذكر عملت اول ميوزك ميكس مش ميوزك ميكس اللي عندنا توا وقت عملنا اول ميوزك ميكس يا ولادي وقتها فرايك جي قعدنا 8 سوايع باش نجمو نعملو كليب واحده نتاع اغنيه وقتها كاغنيه ما نيجا ما نيجا ديك يا المهم فرايك هذيك وقتها وعندنا بريداتور بريداتور تي ان هو اصلا بريداتور تفرج في الفيديو نتاعي كان يتبع في الشين نتاعي وقتها في الحركات نتاع باتل فيلد كات بعث لي ان فيديو دامي على الفيسبوك وقعدنا نحكيو شويه على الفيسبوك او مره ينصحني في حكايه ويتفرج وكل قعدت فان بيان 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 بالضبط مي تو هو مومبر معانا دخل في الشله خاطر وقت بعث لي ميساج قال لي شيت بليكات باش ندخل معكم في الشله قلت له يا مرحبا بك ودير شنو بريدتور هو وان اوف ذا بيست شله ممبرز عندي عندنا يا معلم تقريبا 30 رغبه في الشله وكلهم كل واحد بدا يعرف او يتعرف على واحد ويعرف لنا على الاخر سو لما نجي 30 رغبه تقدر ندخل اكبر كوميونتيات في البي اس كات في تونس اند ايه هذاك علاش هذاك كيفاش تعرفت على الشله سو ثانك يو خلدون فور ذا كويشن اند نيكست وان انا احسن جا علاش اسمك كابتن ميدو بون وات ذا فوك مازلت كي جاوبت عليه السؤال هذا بديس هذا علاش اسمك كابتن ميدو بون علاش اسمك كابتن ميدو خاطر حبيت نبدل في الاسامي نتاع الجيمينغ ثاني من غير ما نزيدك اسمي نزيدو جيمينغ من التالي ولا نبدل الاو بالثلاثه ولا حكايه كيك علاش ما نبدلوش فازات جمله ندخلوا اسامي جدد على اليوتيوب التونسي وهما ديما شادينا في الفازات الماستين سو ان شاء الله يكون جاوبتك على الكويشن بالهدايا بديس اند ثانك يو اللي بعده وين تقرا وين تسكن ويل اج سو عمري 17 سنه نسكن في المروش نقرا في المروش كات دزيام اني ياه كو هذاكم مثلا بين بزاف تسال واحد اخر تو اللي بعده ريان قلنا علاش عملت الشان وكيفاش جاتك الفكره علاش عملت الشان يا ريان خاطر في
كنت ياسر ريتاش معناها ودي كنت نتبع في الفيديوهات متاع البرة الكل الجيمينج شفت انواع الكل متاع الفاني موس متاع الجيم بلايات متاع درشني ما لقيتهمش مطبقين يا معلم في تونس ما لقيتش حتى واحد فهمت عامل كيما البرة ما لقيتش الكلهم يتبعوا في بعضهم واشترهم كل 10 سنين اليوتيوبر التونسي اشترهم من 10 سنين وانت هابط قال شنو يحب والمشهور والجو ذوكم خاتي الكبار ذوكم الاخر عملوا حاجه وتعرفوا بهي لقي كل تقليد كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي الاخر حتى واحد كي حاب يعمل تقليد يقلد واحد امريكاني ولا حكايه كيك ويدخل حاجه جديده لليوتيوب التونسي التونسي جي بيان دي التونسي سو هذاك علاش عملت الشيء مش ندخل فازات جدد نتاع فاني ومامس في ميوزك ميكس خاطر ما لقيتهمش معمولين في تونس علاش ليه ما نزيدوهم شك خليت توليو متبادك واحد تعرف ايه شكون هو واحد عمل فاني مامت ايه ميدو ياي سو ثانك يو فور ذا كويشن ريان اند اللي بعده ياسين قنا بوم ثلاثة كويشنز عندك سي اس جو لا سنين شنو باش تعمل في العطلة بوم مسكت جاوبت عليه السؤال هذا ترجع دو مينوت قبل تعمل سفر عبر الزمن ثلاثة اعمل شانج ويس يور داد والف مبروك سو ثانك يو ياسين بوم شانج شنو ويس ماي داد انا ماي داد يا معلم نات جيمر حتى طرف سو مظهر لي كان باش يوافق انه يعرف فازا وانا اصلا نحبش نعمل فيس كامس وجوزوكم سو سوري باش نعمل شالنج نيكست كويشن ياسين قلنا ورينا الاورديناتور نتاعك بون الاورديناتور نتاعي هو الاسيوس لايت جيمنج فيه غالي اي سيت و جي تي اكس 950 ام و جيجا و انتيو تك تك سو امين قلنا ورينا السيتاب تاعك اثنين شنو حكيت البومة ثلاثة good job and keep up thank you امين شنو حكيت البومة بو مش نجيب على ورينا السيتاب تاعك بس كي وريته شنو حكيت البومة البومة هو برسوناج حوماني حبيت ندخله في القصص متاع الفيديوهات متاعي خاطر حسيته يتشت فيسا فيسا شت دفك حسيته معناها يتحفظ في سافيسا وكان يتحسوا كعادي حد ما استعملوا البرسوناج هذا بو شوي خذيت من فانوس الفكره خاطر هو استعمل كان نايت اول انا قلت عشان ما يختارش ولد البومه سون اوف ذا اول يا ترى نقول ولد فانوس سو اللي بعده سبيكت نتاعك واحسن سيتي يبيعوا ماتريال في تونس مو سبيكت نتاعي هو بتاع البي سي نتاعي بو مو مش حكايه بون هما حكاية اما مهمش حكاية بالنسبة للي عندهم حكاية what the fuck I'm saying so عندي اي سيت جيت ويت جيجا رام وكارت جرافيك جي فور جي تي اكس 950 ام 4 جيجا و انتي رابايت في الديسكتير وبالنسبة للسيت اللي يبيعوا الجيمينج في تونس ماتريال جيمينج في تونس بون ما عندي سيتات جيمينج في تونس اصلا ما حبش ايش من تونس جملة يا معلم اسوام خيالية جملة So thank you for the question and next one اشرف قلنا صحة برو و ghost for you ghost for moi for me for everybody is one of the شلة members and yeah عملت معه فيديوهات and yes he's a good friend وان شاء الله باش نعمل فيديوهات قادمة مع شوية بروجيات مع شوية جو ما نحبش نحقكم السيناريو سو الاولاد نكونوا هنا وصلنا لاخر الكيو انا نحب نقول لكم بيك ثانكس على 700 سبسكرايبرز ديزولي كان وخرت فيه الكيو انا خاطر تريت شويه فازيت مو تريت في ديستني مش فازيت معناها بيان 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 خاطر حبيت نطلع النيفو نتاع جواري في ديستني باش كيف نعمل لكم السيريم نتاع ديستني تكون فما معناها قوه وحماس معناها في التفشيخ وكرونيديت وجنيه وكل شيء هذاك علاش طلعت في النيفو سو نقول لكم مره اخرى ثانك يو فيري 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 ماتش على 700 ساب وروت تو 1 كا ساب بدون اي مساعدات تدخلية واللي فاهم يفهم and peace